خبرنا الأول بيجاوب عن التساؤلات الكبيرة من الجمهور حول موضوع إيقاف عرض مسلسل الثمن بالحلقة 50، والسبب هو استراحة للمسلسل بعد حلول شهر رمضان، وبسبب انشغال الجمهور بمتابعة مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية ويلي رح تنعرض على منصة شاهد. وعن الثمن فرح يستكمل عرضه بعد انتهاء شهر رمضان وعطلة عيد الفطر. خبرنا الثاني عن تصريح نهد زيدان زوجة الفنان باسل خياط عن سعادتها بالرومانسية يلي عم يقدمها باسل بشخصية زين بمسلسل الثمن، وقالت إنها ما شافت مسلسل في حب حقيقي لهالدرجة من وقت طويل، ووضحت إنها ما بتشعر بالغيرة من الممثلة اللبنانية رزان جمال وبتتقبل مشاهد باسل الرومانسية. أما خبرنا الأخير بيحكي عن التغييرات يلي شوقت المخرجة رشا شربتجي إلها بشخصية أم العز بالجزء الثالث من مسلسل حارة القبة المقرر عرضه بالموسم الرمضاني المقبل. وشاركت شربتجي عبر حساباتها الرسمية البرومو الرسمي لشخصية أم العز ويلي رح تجسدها الفنانة رنا شميس، ووضحت شربتجي أنه الجزء الثالث رح يختلف عن الموسمين الماضيين.